المهم ادي كده التحويل من جسم اللي بعيد. طبعا لو انا خدت الرقم ده عايز احوله بقى ارجعه تاني للصيغه الاصليه بتاعته، فقلت لكم في اندكس بنحطه فوق 1 2 4 8 16 32 64. طبعا ده اي حاجه تحتها صفر بنشطب عليها ونجمع بقى الارقام اللي فوقيها الارقام دي. فانا هجمع كام بقى؟ هجمع الاربعه، هجمع الاربعه زائد احنا عندنا 1 2 4 16 32 64. يعني عارفين الاندكس ماشي ازاي؟ ماشي بالضعف، يعني هنا 1 ضعف ال 1 2 ضعف 2 4 ضعف ال 4 8 ضعف ال 8 16 ضعف ال 16 32 ضعف 32 64. يبقى انا عندي 62 64. دول كده مجموعهم كام؟ مجموعهم 100. خلاص اللي هو الرقم اللي عندي. يبقى اي رقم ديسيمال عايز احوله باينري يبقى اسمع الاثنين. الايفن هيبقى المودلس بتاعه بزيرو والاود المودلس بتاعه واحد. عايز ارجعه تاني للصيغه الاصليه احط الاندكس واي حاجه تحتها صفر بشطب عليها واخد اللي فيهم واحد، لان اللي فيهم واحد يعني مضروب في واحد، يعني اكنها اربعه في واحد، فهجيب اربعه فبجمع اللي فوق على طول، لان الواحد مش هتعمل فرق في النادي. انا هاخد اكزامبل واحد بس على كل حاجه خلاص عشان نقدر ننجز المنهج كله يعني. بعد كده ان شاء الله ناخد الرقم اللي بعد كده ديسيمال برضه، وانا عايز اخلي الديسيمال ده احوله لرقم يعني انا الديسيمال احوله لاوكتال مثلا، يعني مثلا عندي مثلا رقم زي الاوكتال مثلا زي المية مثلا. مية هناخد بقى المية دي نقسمها على التمانية. الآلة الحاسبة تطلع كام؟ الكالكوليتر اهي معايا. مية على التمانية باتناشر ونص، يعني نحط اتناشر. اتناشر في تمانية، 12 في 8 ب 96، 96 ناقص 100 يبقى الباقي بتاع 4. عرفنا بس بنجيبها ازاي؟ طيب نجرب في 8. كام في 8 يديني 12 او اقل من ال 12؟ 1 في 8 ب 8، 2 في 8 ب 16 عدت ال 12 يبقى انا احط ال 1. 1 في 8 ب 8 ناقص كام عشان تبقى 12؟ ناقص لها 4 بقى. بعد كده هنا 8، وطبعا لما يكون اللي فوق اصغر من اللي تحت يبقى الباقي بتاعي هو اللي فوق، نحط هنا زيرو. الناتج بتاعي 4 4 1. ده رقم اوكتال عايز ارجعه للديسمال بتاعه. اخد الاربعة اضربها في الثمانية بس زيرو زائد اربعة في ثمانية بس واحد زائد واحد في 8 اس 2. 8 اس 0 بكام؟ ب 1 في 4 ب 4 و 4 في 8 ب 32 و 8 في 8 ب 64 في 1 ب 64 يبقى نفس الرقم اللي هنا. ادي 4 وادي 32 وادي 64 يبقى كام؟ يبقى هو كمان ب 100. خلاص كده؟ اوكي كده تحويل من اوكتا من ديسمال لاوكتا. تقسم على ال 8 وتشوف الباقي كام؟ بتشيل الفراكشن اللي هو الكسر وتاخد الرقم اللي تقدر تضربه في 8 وتنقص من ال 100 وهو ده الباقي بتاعك. وده بيسموه الريميندر بتاعك، خلاص؟ بعد كده ناخد رقم تاني بقى اللي هو عشان نحوله لهكساديسمال. كونفيرت فروم ديسمال تو هكساديسمال. ناخد رقم زي مثلا زي 250. لا يا مينا، لا يا مينا مش عامل بي دي اف، هو ده اللي انا هبعته لكم، يعني ده هيتصور كده وهيتبعت لكم. واحط بقى ملف كده مع بعض وهو ده البي دي اف. 250 اسمع 16 بي دي اف ايه؟ ما هو قدامك اهو، هات ورقه وقلم اكتب ورايا وخلصت على كده يعني. 250 على 16 فيها كام؟ 250 على 16 هيبقى فيها ال 15. خلاص؟
اضرب ال 15 في 16 يجيب لي 240، ناقص كام؟ 240 في 350 ناقص 10، ال 10 دي بايه؟ 16 على 15 على 16 طبعا اللي فوق اصغر من اللي تحت يبقى ده بتاعك اللي فوق. طبعا عشان ده هيكس ديسمال في ال 15 بي اف وتحط هنا صفر، يبقى الرقم بتاعك هيبقى ايه؟ اف. عايز تحول الرقم ده بقى من هيكس ديسمال تو ديسمال، تبدا ترجعه للصوره الاصليه بتاعته، تاخد ال اي دي اللي هي ال 10 تضربها في 16 اس 0، وال 15 تضربها في 16 اس 1. 16 0 ب 1 في 10 ب 10، 16 1 ب 16 في 15 ب 240، 240 و 10 250. ماشي، دي التحويلات كلها من باينري، من ديسمال لباينري والعكس، ومن ديسمال لاوكتال والعكس، ومن ديسمال لهكساديسمال والعكس. اوكي اوكي ادي اول صفحه سيبناها، الكلام ده هيبعت لكم ان شاء الله. اللي بعد اللي بعده ان انا عايز احول من باينري ل اوكتال. انا عندي رقم باينري زي كده، مثلا ده رقم باينري، فالرقم الباينري ده عايز احوله لاوكتال، احوله ازاي لاوكتال؟ ابدا اقول بقى يا جماعه بعد اذنكم ان انا عندي الرقم الاوكتال ده يعني بيساوي كام؟ البيس بتاعه كام؟ 8. يبقى انا اقول باينري البيس بتاعه كام؟ 2. فمن باينري لاوكتال احتاج كام بتايه؟ يبقى لازم يبقى في هنا قانون بيقول لي هنا في ان، والان دي هي النمبر اوف بت، هي النمبر اوف عدد البتات اللي انا هحتاجها عشان خاطر امثل الرقم الايه؟ الاوكتال ده. فمحتاج كام بتايه؟ محتاج 3، لان 2 اس 3 ب 8. يبقى الرقم بتاعي ده هيتقسم قد ايه؟ هيتقسم تلاتات. عرفنا ليه هيتقسم تلاتات؟ عشان يحقق ايه؟ يحقق الايه؟ ده ادي كده 3 3 3 3 3 3 3 3 3 وهنا في واحد تزود صفرين. خلاص؟ طيب قلنا بقى نحط الاندكس، فالاندكس هيتحط ازاي؟ ادي 1 2 4 وهكذا، 1 2 4 2 4. تبدا بقى ترص تحتيه بقى الرقم اللي ايه؟ الديسمال بتاعك اللي انت ايه هتطلعه من الناتج ده. الرقم قصدي الاوكتال، الاوكتال انا اسف الاوكتال مش الديسمال. فهنا الواحد ده هيروح والاربعه تروح، يبقى كام الاثنين؟ انا اسف بقى انا ممكن ايه، انا عشان بس خاطر البتاع بيمشي معايا من الشمال لليمين، ما بيمشيش معايا من اليمين للشمال، فانا ابدا من الاخر 1 2 4 فده 1 1 2 4 هنا هو هتبقى 3 مع بعض يبقى 1 2 3 و 3 4 يبقى 7. هنا هيبقى 2، هنا هيبقى 1 2 4، وهنا هيبقى 4، وهنا هيبقى 4، وهنا هيبقى 1 2 4 يبقى 1 4 5، وهنا 1، وهنا 3 من 1 2، وهنا 1 و 1 4 5، وهنا 2. حلو كده؟ لو انا عايز احول رقم من النظام الاوكتال اللي هو الثماني للنظام الايه الثماني، لو انا عايز احول العكس، انا قلت ان الرقم الباينري كل ثلاث ارقام باينري بيجيبوا رقم واحد في الاوكتال، يبقى الرقم الاوكتال الواحد اللي هو ده بيجيب كام رقم في الباينري؟ يجيب ثلاثه. يبقى كل واحد من ده طالع منه ثلاث بتات كده، وتحط تحتيهم 1 2 4. طبعا بقى تعملها فتبدا بقى ايه ترص بقى الرصه بتاعتك، هنا 0 0 1، وهنا 3 1 اللي هي 7، والاثنين 0 1 0، والاربعه 1 0 0، والاربعه 0 1 0 0، والخمسه 1 0 1، والواحد 0 0 1. فاهمين انا بعمل ايه؟ برانشايه، البرانشايه بشوف يعني الاثنين دي تيجي فين؟ تيجي عند الاثنين دي بس، فاهمين؟ الثلاثه 1 و2، فاهمين؟ يعني احنا وصلنا 0 0 1 صح؟ الثلاثة 3
صفر صفر واحد. لا صفر واحد واحد. ليه؟ لان التلاته واحد واتنين، واحد واتنين تلاته، يبقى تحت دي واحد وتحت دي واحد، والاربعه مش عليها حاجه يبقى بصفر يعني، وهكذا يعني. الخمسه الواحد والاربعه فهتبقى واحد صفر واحد، والاثنين هتبقى تحت الاثنين يبقى صفر واحد صفر. اوكي هتلاقي الرقم ده هو الرقم اللي فوق. اوكي اوكي طيب لو انا عايز احول رقم الباينري لرقم هيكسا ديسمال، هيكسا ديسمال يبقى 2 اس ان، ستجد ان الان هي النمبر اوف بيتس ايكوال البيز اوف هيكسا ديسمال اللي هو 16، والان دي هتبقى ايه؟ ايكوال 4، لان الاربعه هي اللي بتديني 16. يبقى عندي كل اربعه بيتس بيمثل رقم هيكسا ديسمال. انا لو كان عندي المثال بتاعي متقسم كده اهوت، شايف انا المفروض يبقوا جنب بعض يعني المفروض هم يبقوا كده يعني، المفروض يبقوا كده. انا طبعا عارف الايه دي كده فبقسمها اربعه بالتات كده. ليه؟ لان كل اربعه بيتس بيمثلوا رقم في الايه؟ في الهكسا ديسمال يعني هم ما بيقولكش متقسمين، انت اللي بتقسمهم. خلاص الرقم ده هيبقى كام بقى؟ تشوف بقى تبدا تجمع بقى. لو ده 1 2 4 8 بقى خلي بالك بقى، لانك انت عندك 4 بيتس فانت هيبقى عندك 1 2 4 وتزود بقى ايه 8. تمام؟ يبقى عندك 1 2 4 وهنا 8. ال 4 وال 8 ب 12 وال 1 كام؟ 13. يبقى A B C D الرقم ده هيكون عباره عن D. طب نبدا من الاخر بقى عشان نجيب هنا الاربعه يبقى اف، وهنا 1 2 4 8 هتبقى 10 اي، 1 2 4 8 1 8 يبقى 9. الرموز بتبدا من 10، 1 و2 3، 3 و8 3 و8 كام؟ 11، وتبقى بي 1 2 4 8 يبقى دي هتبقى دي 13 يعني، و1 2 4 يبقى دي هتبقى 5، ودي هتبقى دي. خلاص يبقى ده كده الرقم بتاعي هيكس دي. البسها في الشات ده عايز ايه؟ طيب مش مشكلة يعني، الصوت متقدم على الصورة. طب اعمل ايه طيب؟ يعني طب الدنيا واضحة ولا مش واضحة يعني؟ ما هو الصوت متقدم على الصورة مش مشكلة، بس حاول توزن بقى يعني هعملها ازاي طيب؟ حد عنده طب حد مش فاهم حاجة؟ يعني سيبك ان ده متقدم عن ده، انت فاهم طيب ولا مش فاهم؟ بيقطع جامد. طب استنى كده ها كده انا اهو اتنقلت خالص جدا بالراوتر، كنت قاعد في اخر الشقه يعني قربت شويه. اه تمام كده اي فكره. المهم بقى فكده انا حولت دلوقتي مش هيشغل تحويل واحد بس. اللي انا عايز اعمله انا عايز احول رقم اوكتال لرقم هيكسا ديسمال، وطبعا التحويله دي مش موجوده عندي. مثلا الرقم اهو ده رقم باينري، انا اسف باينري، انا اسف 7 6 كده بس الرقم ده كبير قوي كده. ما حدش يقول لي ان الرقم ده اقدر انطقه يعني، يعني الرقم ده لما تيجي تنطقه ده رقم اوكتل، ف 7 4 6 5 4 5 3 4 3 بينطق كده. مفيش حد يقول لي بقى ان الرقم ده 74 مليون وهكذا بقى وكلام فارغ من ده. المهم لانك انت لو انطقت الرقم ده ان هو يعني 74 مليون وكده يبقى الرقم ده بقى ديسمال، اما 7 4 6 بقى اوكتل. خلاص وعرفت منين اللي هو اوكتل؟ ان الارقام بتاعته من 0 لغايه 7 ممكن يبقى هيكسا ديسمال برضه. خلاص بس انا عشان اقطع الشك اليقين ان انا ممكن اعمل كده.
كده رقم بقى اوكتال صفر، ما فيش اي شيء، ما اقدرش احول رقم الاوكتال لرقم هكساديسيمال للاسف، شيء ما عنديش الخيار، انما لازم اعمل ايه؟ استخدم الباينري كحل او كوسيله ان انا اعمل حاجه زي السبعه في الباينري. حط البرانشيه بقى، لان الباينري الاوكتال لباينري بتناسب 3 بت، السبعه ب 3 وحاجات، الاربعه ب 1 2، السته صفر 1 2 0، والخمسه 1 0 1، والاربعه 1 0، والخمسه 1 0 1، والثلاثه، الثلاثه يا سيدي امتى؟ انا عايز كلهم كده يكونوا جنب بعض، والثلاثه هتبقى، الثلاثة هتبقى بكام بقى؟ صفر واحد واحد، والأربعة واحد صفر صفر، والثلاثة صفر واحد واحد. كده أنا حولت الأرقام بتاعتي. ده الرقم الباينري للرقم ده. عايز أحول ده بقى لهكساديسمال، هكساديسمال باينري هكساديسمال، لازم إيه يبقى عندي كام بتاية؟ مراجعة متسجلة. ما تبص هتلاقي في ريكورد اهو، هو احمر اهو، لون احمر موجود عندك. المهم كده دي البتايه، فانت عندك بقى كده اربعه. ليه اربعه بقى؟ نقسم اربعه لان ده هنحوله لهكساديسيمال. فالهكساديسيمال 2 باور ان ايكوال 16 such that ان لين نمبر اوف بيتس، وان النمبر اوف بيتس ايكوال 4 عشان ايه؟ ريبريزنت تو هكساديسيمال نمبر. واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربعه أربعة أربعة أربعة، ودول ثلاثة أزود لهم كده. حط الرقم بقى على طول كده، الرقم ده هيبقى كام؟ هيبقى سبعة، الرقم ده هيبقى تسعة، الرقم ده هيكون إيه، الرقم ده هيكون سي، الرقم ده هيكون إيه، الرقم ده هيكون واحد اثنين أربعة دي ستة، 14 إي، وده هيكون ثلاثة. أوكي اوكي، فالرقم الاوكتال اللي هو ده هو هيكون هو الرقم ده، خلاص كده بلا منازع. يبقى احنا كده عرفنا التفاعلات كلها والدنيا تمام، نكمل كده. حد عنده مشكله في النيميريك سيستم؟ حد عنده مشكله في النيميريك سيستم؟ ما فيش حد عنده مشكله في النيميريك. الاديشن، احنا في الاديشن محتاجين نعرف حاجه. انا لما اجمع، انا بعمل اديشن لارقام باينري، فانا لما اجمع واحد زائد واحد يديني كام؟ يديني اثنين، صح كده؟ بس انا ما عنديش اثنين في الباينري، انا عندي في الباينري كام؟ عندي في الباينري صفر واحد بس، فانا بقول واحد زائد واحد يديني اثنين، وده مش موجود في الباينري، فانا اخد بقى الاثنين دي احولها لباينري، فعلى الاثنين يديني واحد، وعلى الاثنين يديني صفر، فالرقم ده يديني صفر واحد. يبقى الاثنين دي في الباينري بتديني كام؟ صفر واحد. تمام؟ تمام. مثلا لو عايز اجمع ثلاث ارقام باينري، يعني ثلاث ارقام باينري، يعني عايز اجمع ثلاث وحايد كده، فالثلاث وحايد يديني كام؟ ثلاثه. ما عنديش ثلاثه في الباينري، انا عندي صفر واحد بس، فناخد الثلاثه تتقسم على الاثنين، عندي الاثنين الثلاثة على الاثنين فيها الواحد ونص، وعلى الاثنين فيها الصفر، ودول ارقام اود، فالاود بواحد، فالثلاثة باينري بواحد واحد. بس كده. يلا بناخد بقى المعادلة بتاعتنا، واحد ناقص 10 دقايق و200 جنيه يقفل، ونعمل ميتنج تاني كده، وده نحط ارقام تحت كده اي حاجة زي كده، انا ما اعرفش اي حاجة، بس انا ايه، ناخد خط بقى كده واجمع. انا بص عايز اجمع كده، انا هجمع بقى من هنا، خلي بالك ان ده اديشن، بس ايه ده اديشن، ده بجمعه واحد واحد اي اثنين، والاثنين بصفر واحد يبقى صفر، وفي واحد هنا واحد صفر صفر بواحد، واحد واحد صفر مع الواحد، واحد صفر صفر بواحد، واحد صفر بواحد، صفر واحد واحد، صفر واحد بواحد،
واحد صفر واحد بصفر، واحد واحد صفر مع الواحد، هنا بواحد، هنا هيبقى بواحد، وهنا هيبقى بواحد، وهنا هيبقى بصفر، واحد واحد صفر مع الواحد، وهنا يبقى بواحد، وهنا يبقى صفر مع الواحد، وهنا يبقى صفر مع الواحد، تلات وحايد واحد مع الواحد، تلات وحايد واحد مع الواحد، تلات وحايد واحد، أحط واحد. أوكي، ده لو أنا بجمع رقم رقمين باينة، خلاص كده؟ أوكي، ده الأديشن. كده يبقى انا خلصت الباينري كله من اوله، ال 1 كومبلمنت وال 2 كومبلمنت، لو احنا خدنا مثال عليهم بسرعه كده كده، لو انا عايز اعمل ده 1 كومبلمنت، 1 كومبلمنت بيقول لك اقلب كل الوحايد ستار وكل ستار واحد، اعمل الوحايد ستار وحايد صفر واحد، يعني دول صفر 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 صفر، واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر كده. ليه؟ بقلب بقلب اللي صار واحد والحاجة صفر. اوكي طيب، لو خدت نفس الرقم ده برضه ممكن اخده اي حاجة، خدت رقم تاني كده وعايز التوس كومبلمنت، التوس كومبلمنت ان انا بمشي لغاية لما اقابل واحد، بس بمشي منين بقى؟ من هنا تمشي من كده او لما تقابل واحد تخلي بعد الواحد ده اللي صفر واحد وواحد صفر. لو انا عشان الكيبورد عندي يعني بتاع بيقلب من بص يعني دي صفر تن زمان، سوري دي صفر ودي كمان صفر، خلاص وده واحد، بعد الواحد تقلب بقى، يبقى من اول هنا يبقى 1 كومبلمنت. يبقى نيجي بقى ايه، نحط بقى من هنا، لا صفر 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 صفر، واحد صفر واحد 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 واحد، صفر صفر. اوكي انا اهو لغاية هنا ينزل زي ما هو كده، بعد الواحد ده بقى الوحيد الصفر والصفر وحيد. طب بص صفر صفر وحيد، دول كده وحيد، وده صفر واحد بدل واحد صفر، ودول كلهم صفر. اوكي اوكي اللي بعد ده كده بالنسبة لأول حاجة. اللي بعد كده عندنا شوية حاجات كده عايزين نعملهم، بسم الله. الست، الست عندنا مثلا واحد واثنين وثلاثة، طبعا المفروض اختار قوس مجموعة، انت تبقى عارف بقى اختصار لان مش هقدر اعمل قوس مجموعة دلوقتي والكلام ده. الدنيا تمام يا رجالة ولا في اي عصلجة ولا في اي حاجة؟ اي كومنت كده يعني مش يعني. السيتس ده الليكشر رقم 2، السيتس بيقول لك يبقى عندك واحد واثنين وثلاثه، ان الواحد واثنين وثلاثه دول بيتقاطعوا، بيعملوا تقاطع، ده اسمه انترسكشن. خلاص انترسكشن، انا بقول لك ان سيت A انترسكشن تو سيت B، يعني سيت A بتعمل تقاطع من سيت B. خلاص فسيت B هتبقى عباره عن ايه بقى؟ سيت B هتبقى عباره مثلا على 1 2 3، وهتبقى عباره عن 3 4، فالناتج بتاعك هيساوي كام بقى؟ فالناتج بتاعك 1 2 3 تقاطع 3 4 5 يجيبوا كام بقى؟ ايوه مظبوط، يجيبوا 3. ماشي
طيب لو انا قلت لك بقى يعني اي الارقام الكومن كومن 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 نمبر الارقام المشتركه يعني. لو قلت لك مثلا واحد واثنين انترسكشن، انا هكتبها بقى عشان انا انترسكشن يعني انا يعني اكن بدل العلامه دي هي العلامه اللي فوق عشان اخدهم كلهم في بدل ما اطلع اقسمها يعني. وهنا فاي بقى لازم اعملها كده، ودي تقاطع، فانا ده هيساوي ايه بقى؟ يعني واحد واثنين انترسكشن بيتقاطع مع فاي يجيب لي فاي. خلاص واحد واثنين بيتقاطع، مفيش حاجه هنا، في حاجه بتتقاطع، مفيش حاجه بتتقاطع، يبقى ايه؟ مفيش حاجه، مفيش انترسكشن، يبقى الاجابه بتاعتك تبقى فاي. اوكي. نفس الكلام لو انت عندك ثلاثه واربعه بيتقاطعوا مع خمسه وسته، مفيش انترسكشن، يبقى الاجابه برضو ايه؟ هتبقى ده الانترسكشن. في بقى اليونيون، اليونيون بتاخد all the number بس one condition لازم to achieve تحققه، اللي هو ايه بقى؟ ان ما يحصلش ريبيتيشن في النمبر او في الاليمنت. يعني ايه يحصلش ريبيتيشن؟ يعني ما يبقاش فيه تكرار. بمعنى مثلا عندك مثلا ارقام واحد واثنين وثلاثه، يونيون بيبقى العلامه بتاعته فوق مع مثلا ايه؟ مع ثلاثه وخمسه وواحد، فانا بقول ده يونيون. يبقى ايه؟ يبقى الاجابه بتاعتك هتبقى ايه؟ يبقى تاخد الارقام الاولانيه واحد واثنين وثلاثه. شوف بقى الثلاثه دي متكرره او متكرره، ما خدهاش ريبيتيشن. الخمسه مش ريبيتيشن، اخد الخمسه. الواحد بيحصل له ريبيت هنا واحد، يبقى انا ايه؟ ليه؟ لان الست من الشروط بتاعتها ان ما يحصلش فيه ايه؟ ايه ده؟ ده الواحد موجود، سوري سوري. يبقى الست من الكونديشن بتاعها ان انا ما ينفعش احط رقمين يكونوا في نفس الست متشابهين. اوكي؟ ولو انا جبت الانترسكشن اللي هنا اللي هو التقاطع، هيبقى واحد وثلاثه، لان واحد وثلاثه موجوده هنا وثلاثه واحد موجوده هنا، يبقى الارقام المتقاطعه هتبقى ايه؟ واحد وثلاثه. اوكي؟ ده لو حصل فيهم انترسكشن. اما هنا يونيون، فيونيون هنا يبقى ناخد كل الارقام الموجوده في التو سيتس دون تربيتيشن. اوكي. ولو قلت لك ان انت عندك مجموعه من الارقام يعني اتحاد فاي، يعني هنا ولا في فاي، يبقى واحد اثنين ثلاثه هو الارقام، لان هنا فاضيه، فهناخد واحد اثنين ثلاثه عكس دي. قشطه؟ قشطه. ولو عندك ما فيش ارقام متكرره، يبقى تاخد السته الاولانيه والسته الثانيه، يعني واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، يبقى اليونيون بتاعهم واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته كلهم. اوكي. الديفرنس بيقول انت، بيقول ان انت عندك مثلا كده واحد واثنين وثلاثه، بديفرنس ده ماينس دي مع ست تانية اسمها 3 4 5 مثلا، اي حاجه. الديفرنس بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الارقام اللي موجوده في الست الاولانيه، انا بحاول اقلل من الانجلش على قد ما اقدر اكتبها، بحاول باخد اللي هي الست الاولانيه دي، ايه الارقام يعني الارقام اللي موجوده في الست الاولانيه مش موجوده في الست الثانيه. ايوه صح، الارقام اللي موجوده في الست الاولانيه مش موجوده في الست الثانيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الارقام اللي موجوده هنا مش موجوده هنا؟ انا في وجهه نظري تجيب تجيب الانترسكشن،